او بالاخص من بكره الدنيا هتبتدي تهدى عندهم نوعا ما، وامورهم هتبقى ماشيه ماديا وعمليا. حلو. طيب معنا تليفون من حنين. الو الو حنين، قفلت في وشنا. شكرا يا حنين. طيب في حد بيسال عن برج الميزان، هي 17/10 بتقول اخبار التعليم ايه؟ اوكي 17/10 هي ميزان العشريه الثالثه، ميزان عقرب. الميزان والعقرب برجين قريبين من بعض او فيهم شبه من بعض شويه، والبرجين صعبين والبرجين اقوياء جدا، لما بيجتمعوا في شخصيه بتبقى شخصيه قويه جدا جدا جدا. ما يتخافش عليها برضو يعني. الفترة اللي جاية عندهم الدنيا اختلفت نوعا ما، ابتدوا يرتبوا أوراقهم صح، أو يمكن الفترة اللي فاتت الكام شهر اللي فاتوا كانت الأمور مش واضحة ليهم، مش مرتبين أوراقهم. دلوقتي نوعا ما ابتدوا الفترة دي ميزان وعقرب يرتبوا أوراقهم، أو يعني يحطوا بلان جديدة لحياتهم اللي جاية. فبقول لها رتبي أوراقك الفترة اللي جاية والدنيا عندك هتبقى ماشية، لأن هي أوريدي المرحلة الجاية عندها حلوة. تمام. طيب معنا تليفون من رنا. الو الو. ايوه ازيك يا رنا؟ الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي سابي معاكي. كنت عايز مامتي 17/12 وبابايا 17/8. تمام. وانا 17/3، عاوزه اعرف انتوا كلكم 17 ها؟ استني 17 مامتها 17/12 وباباها 17/8 وانتي 17/3؟ تمام ماشي، شكرا يا رنا. ابراج كده كده لازم تتقابل مع بعضها. هي القوس وجوزها وباباها، مامتها القوس وباباها الاسد، فبرجين تمام. حتى لو اختلفوا مع بعض او كان في اختلاف في الاراء كده كده بيرجعوا تاني ويتعاملوا ويتقابلوا عادي. القوس والاسد الفتره ديت عندهم، قلت لسه كنا بنتكلم من شويه ان احنا بنتكلم عن الاسد والقوس، من بكره الدنيا هتبقى هاديه عندهم. بالنسبه لبرج الحوت برضو لسه كنا بنقول من شويه الفترة فاتت ما كانتش حلوة عندهم أو كانوا مهزوزين شوية. بقول لهم يفكروا صح، أو بلاش يفكروا من وجهة نظرهم هم، يخرجوا برا الموضوع ويشوفوه بصورة أوسع أو أوضح يعني. طيب في رسالة برضو بتقول أروى القوس 6/12 إيه أخباره في الأيام القادمة وبخاصة في العمل والمال؟ أوكي القوس ست القوس بتبقى يعني بعتبرها من الستات الباكج، كل حاجه موجوده عندها بتطلع وقت على حسب الناس اللي قاعده معاهم. اوكي هي بتبقى يعني شغله دماغها بناس كتيره حواليها، هو دوت اللي بيأثر عليها، ما بتبقاش بكل قوتها لنفسها. يعني بقول لها حاولي تتخلصي من الناس اللي حواليك شويه، او صفي ذهنك لنفسك انت، او فكري في نفسك انت الفتره ديت، ركزي مع نفسك اكتر، بلاش حد حواليكي يشغلك او ياخد من طاقتك، علشان انت محتاجه طاقتك كلها ليك انت المرحله اللي جايه ديت. فبقول لها ركزي مع نفسك، رتبي اوراقك، لان المرحله اللي جايه عندها عاطفيا وماديا وعمليا كمان حلوه، عندها نقله من مكان لمكان. هي اوريدي كانت ست القوس بتفكر من فتره في نقله، وخصوصا بيت، شغل، عندها عرض في شغل، عندها بيت، وعندها نقله هي مأجلاها، او الدنيا عندها مش ظابطه في ان هي تنقل. فبقول لها اسعي للنقل او فكري في ده، علشان الدنيا عندها تظبط نوعا ما الفتره دي. طيب حنين رجعت لنا تاني. الو